يا صباح الخير، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. النهاردة هنعمل طريقة بريك بالجبنة. بس لو اول مرة تشوفوا قناتي ما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير لو عجبك الفيديو. هنعمل طريقة بريك بالجبنة، طريقة حلوة جدا وسهلة. يلا نخش على الوصفة على طول. معانا نص كيلو دقيق. بصي بقى المكونات، انت عايزه تضعفي الكميه. المكونات اللي احنا عاملينها النهارده دي هتضعفيها، يعني انا عامله نص كيلو دقيق، انت ممكن تعملي كيلو. هنضاعف بقى الزيت وهنضاعف الزبادي والخميره والسكر. حطينا معلقه سكر وحطينا معلقه خميره جافه. هنقلب بقى المواد الجافه كده كلها مع بعضها. وبعد كده حطيت معلقتين زبادي واربع معالق زيت، وبعد كده هقلبهم كويس كده. والمية بقى ايه؟ حسب ما الدقيق ما ياخد. مش هحط المية كلها، هقلب كده واحط شوية مية. مية تكون فترة كده عشان العجينة تشتغل معايا. هقلب كده كل شوية كده، وكل ما الدقيق عايز مية ايه هحط شوية مية. هقعد كده اقلب العجين كويس كده، وبعد كده بقى هشيل المعلقه اللي في ايدي ديت ايه وهقلب بايدي كده. خلاص العجينه ايه خلصت معايا. هسيبها بقى ايه على جنب كده، احط شويه زيت بس كده في البوله. وبعد كده هسيب العجينه كده على جنب ربع ساعه عشان ايه تشتغل معايا. بصوا ما شاء الله النص كيلو عمل قد ايه، سنيتين اهم. هشيل واحده على جنب والتانيه ايه هشتغل فيها. بصوا ما شاء الله العجين رمى معايا ازاي. عامله بقى انا ايه كور صغيره كده. سبت العجين بعد ما عملته كور، غطيته بكيس على جنب وسبته 10 دقايق. كل لما تسيب العجين من فتره لفتره، يعني مثلا انا سبته اول مره على جنب شويه ورجعت تاني عملت كور وسبته 10 دقايق تاني على جنب شويه، وبعد ما هشكل برده هسيبه 10 دقايق على جنب شويه لحد ايه بعد كده ما هدخل بقى الفرن يطلع بقى مورق معاكي كده، والعجينه البوريك كده من جوه او الباتيه مورق، وما تكونش العجينه كبسه كده ومن جوه تحس ان هي نيه. عملنا شوية جبنة، قطعنا عليهم زيتون صغير كده أخضر أو أسود عندك، جبنة تكون ملح خفيف. والطعم التاني عملنا برضو جبنة، نفس الجبنة برضو ملح خفيف، بس حطينا عليها بقدونس وشوية شط بس كده. قفلت العجينة بقى كده من قدام، وخدت اللي من قدام دوت قفلته على اللي ورا كده زي ما انتوا شايفين كده، زي ايه شكل الحجاب كده بس كده كده. خلاص اي شكل بقى انت حباه. حطيت شويه لبن عليهم، سنه فانيليا وصفار بيضه. ما تقلقيش مش هيبقى يعني زفر معاكي او حاجه، مش حابه بيك خالص. ممكن تحطي ايه لبن، تدهني لبن كده على الوش، او مثلا زبده كده تسيحيها برضه تدهني كده بالفرشه، وتحطي حبه البركه او سمسم اللي يكون عندك. اعمليه حبه البركه، طبعا بتبقى طعمها جميله جدا. لو الولاد مش حابينه ممكن تحط لهم ايه سمسم بس كده. العجينه بقى بصي جميله بقى، خمرانه كده وتحفه معاكي. هعمل بقى كده من قدام على ورا كده بس كده. دي بالنسبه لايه لو احنا هنعملها فاضيه من غير اي جبن. طريقه سهله خالص وجميله، تنفع طبعا في المدارس، تنفع مثلا في الشغل، تحطيهم في علبة كده كلهم. نص كيلو دقيق مش هيكلف، وطبعا احنا الجبنة عندنا في التلاجة على طول. ممكن تعمليها بجبنة بس وبقدونس، عندك زيتون تقطعي. ممكن مثلا في مرة تاني الولاد مش حابين الجبن خالص، ممكن تحطي مربى، ممكن تحطي شوكولاتة، يعني اي حشوة انت حابة تحطيها ممكن تحطيها. بعملها مستطيلة كده وحط حتة الجبنة بس. بصراحة كان طعمها تحفة جدا، اللي هي الجبنة بالبقدونس بالشطة، كان طعمها حكاية برضو. ده ايه بيرجع لذوقك انت. هلف كده زي الرول كده، يعني زي رغيف الفينو كده، وهقفل قفلة كويسة عشان ما تتفتحش معايا في الفرن بس كده. ونكون طبعا مشغلين الفرن قبلها بعشر دقايق بس. انت بقى ايه اما نيجي نعمل العجين سيبيه 10 دقايق ربع ساعة محطوط على جنب،
وبعد كده نيجي نعمل كور، برضو هنسيب 10 دقايق محطوط عليهم الكيس كده برضو ايه على جنب. نيجي بقى خلاص عملناهم كده بالاشكال اللي انت شايفاهم كده، نحط الصواني بتاعتنا كده على جنب برضو، يبقى كده بقى ايه مورق معايا وطعمه تحفه، ومش العجينه مش كبسه كده لجوه، وتبقى طعمها تحفه احلى من بتاع بره. والا بقى يا سلام بدل الاربع معالق زيت لو عندك بقى حته زبده بلدي كده، بجد بتفرق معاكي في طعم العجين. يعني انا بقول لو انت عندك زبده، ما فيش زبده يبقى ايه 4 معالق زيت زي اللي احنا حطيناه. تمام بس كده هدهن بقى البيت كده، بس ما تقلقيش مش هيبقى زفر ولا حاجه عشان سنه الفانيليا اللي احنا حطيناها. ونحط بقى كده حبه البركه او سمسم زي ما تكوني عايزه. الشكل ده يرجع لك انت، الشكل ده يرجع لك انت. بس كده حطيناه بقى في الفرن، قعد بتاع ربع ساعه بس. الفرن عندي حاميه تحت شويه، انت ممكن تحطيها في الرف اللي في النص. بس كده بصي بقى ما شاء الله مورق، بصي يعني تدوسي كده تخش معاكي، يعني جواها كده ايه مورقه كده مش كبسه. عارفه هي لو كبسه مش هتطلع معايا كده زي ما انت ما شايفه. بصي بقى من جوه الجبنه بقى تحفه ما شاء الله، جبنه كده مالينها كده حلوه، مش زي بتاعت بره كده حاطين لك حته حاجه كده ما تسكرش كده. الحاجه يعني لما بتعمليها في البيت بتبقى طعمها حلو. بتبقى عاملاها طبعا بايد نظيفه، بترمي معاكي ما شاء الله نص كيلو. طبعا طبعا دوت مش النص كيلو ده، ده احنا واكلين نصه بصراحه. ده كده احنا كل ما نطلع صاج الولاد يجروا كده ويقعدوا ياكلوا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وما تنسونيش بالاشتراك وباللايك عشان قناتي تكبر بيكم.